طهران من العودة بتعادل ثمين من تنقلها إلى بسكرة. المباراة كانت مفتوحة من الجانبين وسجلت فيها 4 أهداف كاملة في المرحلة الثانية. الشوط الأول رغم كثرة الفرص المتاحة خاصة من جال مولودي طهران إلا أنه انتهى بالتعادل السلبي. الشوط الثاني بدأ اتحاد بسكرة بقوة وتمكن من فتح باب التسجيل بواسطة مهيا مستغل الكرة في عمق الدفاع الوهراني. وفرحت مهيا بتسجيله للهدف الأول لاتحاد بسكرة. براجا يستغل خطأ في دفاع بسكرة ويتمكن من تعديل النتيجة. وفرحة كبيرة أيضا لدى براجا وتسبيقات بكل روح رياضية من طرف أنصار اتحاد بسكرة على براجا. ذات اللعب مرة أخرى وفي غفلة من دفاع اتحاد بسكرة يمضي الهدف الثاني برأسية جميلة. هدف ثاني جميل ومفاجئ بالنسبة لاتحاد بسكرة. في الدقيقة الأخيرة من المباراة همامي يفوت على المولودية النقاط 3 بعد تمكنه من تعديل النتيجة. هدف يتحمل مسؤوليته حارس المولودية. التعادل قد يزيد من متاعب اتحاد بسكرة وقد يكون مخرجا للمولودية من أزمتها. وهكذا في المركز الثاني أولمبي شنف ب 15 نقطة، في المركز الثالث شباب الوزداد ب 13 نقطة ناقص مباراة، رفقة شباب باتنا ونادي فرادو 13 نقطة أيضا، في المركز السادس نجد وفاق سيب 11 نقطة ناقص مباراة، وكذا الشباب قسنطينة ب 11 نقطة ويدفي إنسان ب 11 نقطة، في المركز التاسع اتحاد الجزائر ب 10 نقاط ناقص مباراة، في المركز العاشر نجد كل من مولودية الجزائر اتحاد بسكرة واتحاد البوليدة ب 8 نقاط، في المركز الثالث عشر نصر حسين داي واتحاد عنابة ب 7 نقاط، في المركز الخامس عشر أهلي بوفواري ب 6 نقاط، وفي المركز السادس عشر والأخير مولودية طهران ب